بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله آج ہم سورہ ملک کا چوتھا سبق سورہ ملک کی آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے تو آج کے سبق آغاز کرتے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم.